والسلام على فخر الأنبياء والمرسلين. هذا النبي أيها الإخوة رفع لغة الضاد إلى أعلى عليين، لأنه علم علم اليقين أنها اللغة لغة القرآن العظيم، وأنها اللغة التي سنتكلم بها غدا أمام رب العالمين. فصلوات ربي وسلامه على من أرسل رحمة للعالمين، وعلى من يقول يوم الحشر أمتي أمتي يا كريم. أما بعد، مرحبا بكم جميعا في رحاب مقهى الأدبي جول داون، هذا المقهى الرابع الذي يحتضن هذه الأمسية الرائعة. وأنا أرى وجوها كبيرة، وأرى شعراء وشواعر من العيار الثقيل، من العيار الثقيل وزنا في الحرف الجميل، من يبذلون قصارى جهدهم لإحياء الثقافة ويرفعونها عاليا في سماء الإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية كول داون للثقافة والفن والرياضة وتنمية الجمعية ترحب بالحضور الكريم هذا الفضاء اللي هو فضاء ديالكم، ومرحبا بكم في أي وقت معنا. خير ما أهدي لكم هنا في هذه الأجواء الشعرية قول الشاعر: بشرت بقدومكم ريح الصبا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية للحضور الكريم، يسعدني تواجدي بهذا اللقاء الكريم. أولا كنتقدم بالشكر للجمعية المنظمة لهذا الحفل الأدبي الرائع، ثم أشكر صديقاتي وأصدقائي الأدباء المبدعين على الدعوة وعلى الحضور. قيل لي أن تيمة الملتقى هي حول الغزل في الزجل، فمشاركتي إن شاء الله ستكون حول قصيدة بعنوان شوقي لك مرايا. شوقي لك مرايا نطل فيها على راسي، نلقاني حلمة مدفونة في عمق الروح، نداوي بها شلة جروح، نعلي ونعلى كيف الحمام، نخاوي ما بين الأرض والسماء، نعلق حروفي على جناح الريح. يمكن نلقاك تم، يمكن نلقاك هنا، يمكن نلقاك ساكن جوفي، نخلي حروفي تغازل خيالك ناجيه، تغنيه غناية تسابق الوقت، تمدد رجليها على قد تشوف، ولا تصير على طرف الإنسان المحروم بشية القلب. شوقي لك مرايا، شوقي لك مرايا تفضحني كل ما طليت عليا، نلقاني فيك ونلقاك فيا، حلوة الروح تزهى مع القلب، وانا نقول لحروفي، وانا نقول لحروفي يا حروفي حنكي نقلم، وكتبي بيا اللي بان فيا من المرايا، واللي شافتو المرايا وما شفتوش. يا حروفي حنكي نقلم، وكتبي بيا اللي بان فيا من المرايا، واللي شافتو المرايا وما شفتوش. عري على المخبي اللي في الجوف، خليها توصل اللي عنيتي فيه، هو قصدي وغايتي هو عليه النية. يا مرايتي، يا مرايتي بوحي باللي شفتيه مني وما شفتوش، شفي على المخبي في سدة القلب، كوني لساني اللي ما يدويش. إلا خاتني الحروف بيك انتي مزمم المكتوب، وإلا تكتاب عليا لسان حالي عليا ينوب. شو قيلك مرايا غير شوف فيها تفضحني ليك، تتكلم بحال الملهوف، حرقة وشية وشي من الروح وشي من فرحة الأيام بيك تعيد، تلبس ليك سلهام ومعطر بالشوق، رجل محمية بسعد الزهر، وعين ما تتكحل غير إلا جا مسالك وسيف تضل من حل الشوق. وإلا تهرسات شقوفك يا مرايتي، وإلا تهرسات شقوفك يا مرايتي، لمك كفنا مكتوبة نشم فيك اللي بقى مني، نهديه مرسول اللي خلاني نخفيلك بالحروف، نخاوي الليل نسولف عليه، نبيت ضوي تحت جناح الظلمة، نتفقد نخضاته، هذه تبديل هيه، هذه تفيق غمضاته، ويطول حتيتنا، ويطول حتيتنا، نطوي ونطير الكزدة المزوعة من المنجج، نغرزوه في جناب الوقت، يلوحوا لينا الفجر
ونلقاك يا مراية حاطة عليا العائلة ما تنزلش، واش بقى من حال البارح؟ واش بان من هم اليوم؟ كل فتحة أدبي تكونوا حاضرين معنا، مرحبا بكم، مرحبا، شكرا. مساء الخير، تحية للحضور الكريم. شكرا لجمعية كيبريدا وكذلك جمعية كول داون على الدعوة وعلى هذه الالتفاتة، لأن ربما كنقول ماشي تكريم ولكن هو تحفيز للعمل والاهتمام أكثر بالكتابة والبحث. قصيدتي ماذا الموضوع هو حول عشاقي. أنا أغلب كتاباتي في هذا المجال كنكتب يعني الغزال في الفرس، زوج حروف يسكنوا في الجوف يخلخلوا ميزان، يعود القلب بظلامه مكفوف والخاطر حيران، يتيه العقل يصبح مخطوف بالشوق عطشان. زوج حروف يخليو العاشق يشوف، يشوف راسو بلا جناح طاير في سماه، من حر هواسو طار بيه الغرام داه، قلال نعاسو عالق الليل والنوم جفاه. زوج حروف يخليوه بلا عيون تشوف، هاي الملهوف موانس نجوم الليل بلا خمين يواسي، عايم في الخوف ظلام نهار بلا شمارو مهول يقاسي. زوج حروف حالفة بحلوفها حلوف، بجيشها تطوع البال تطوع بعد القوة والجهد تخدع وتسلم، بحرها تريب الجبال تريب بعد العلو والقد تتواطات عودر دم. زوج حروف طاغية وشرها مكشوف، مكتوبها مكتوب والواقف في طريقها معطوب، جيشها قاسي مقدم بحوافر خيلها تدوس القلوب كيف الطوب، ولا رحمة ترحم. زوج حروف انا مزاوج لا تخليني مسكوف، ابليني بما يكفيني ورويني من حلاوة برد هواك، حوزني القلب بيديني خليني نرفرف في جمال الله. زوج حروف حب والحب حلال، حب الله هو الحب الصافي من غير شرار. زوج حروف حب والحب قلال، حب الخير من غير حب صادق من غير اظهار. فكرت نموت في قصيدة، فكرت نموت في قصيدة، فكرت في معاش، فكرت في كيفاش، وما فكرتش في علاش، ولا فكرت في بلاش، حيت قبل منهم بجوج فكرت فيك انتي، فكرت فيك انتي يا لالة البنات، ياك اللي بغى يشوف الموت لازم يعرفك انتي باش يعرف معنى الحياة. كنتي في الوقفة، كنتي في الوقفة كيف النخلة طولة وتجريدة، في عينيك الكوح الكبار عرفت الليل عرفت النيل، جهة القمرة وما نتوسلهاش، حيت انتي كنتي كل مرة طرشني نجمة، طرسني ليها ليلة وحدة غير وحدة صافي صافية في نتبات. فكرت نموت بكسيدة، علاش لا، ياك الورقة كلها طرقان كلها حديد كلها وعر، غير كلمة وحدة تلقاني في الطريق وتكملها وحدها. وانا اللي باغي نبغيك ندير الموت مرة من قريب، نسمع سميتي تشرشر تشوف العطشان، مرة من بعيد نسمعها فم العطش تتبارك ليها روكان. نتحم على الموتى الموهين ور كيف قور، ما قلب وجهه ما حبط ما بدل سميته ما بكان في نهر، الورد هو اللي كان سباق الطريق الرضا، يصبح عند العشاق ويبيت عند المرضى. تمنيت نكون ورده
نعيش لصالح الحباب وملي نموت نحيا زريعة في التراب. الورد ديما يبغي يفرح الناس، الشوك عارض في سيقانه ويجيك هذا الراس، زعما هاد الورد واش ما يستاهلش يتباس، ولا القلوب كحالت وحدة من جوج. الوردة بلدية ولا كتاب طلاق، راه ماشي منا هي، راه من العشاق ما جابوش الورد في الهدية. لا أنسى أن أشكر سي مجيد لأنه هو يشتغل في الخفاء. في الحقيقة هذا السيد هذا يشكر جزيلا، لأن النهار الأول نهار شفنا فتح لنا الدراع ديالو وقال لنا يمكن ناخذ المفتاح ونعطيه لكم، هذا فضاء ديالكم. شكرا لك جزيلا وسالنا كل الشكر. شكرا. استسمح وتفضل على سيادة. أنا أقول أن يوسف يحمل عدة صفات: صفة الصدق،
صفته الإبداع، صفة كل يعني صراحة لا ترقى الأمم إلا بالثقافة. وهو وضع هذا الفضاء رهن المثقفين والمثقفات، وضع هذا الفضاء خدمة ورفعة بالحرف ليعلو عاليا في سماء الإبداع. شكرا لك يوسف من الشعراء ومن الشواعر، لك دعوة من القلب أن تكون نورا وصراطا، ولك سيمة يوسف عليه السلام. يحضر معنا كذلك دكتور من العيار الثقيل يبدع في الفن الأصيل، مرحبا بالدكتور عزيز الساخي، وهو صراحة مطرب عالمي ليس عربي بل عالمي في الطرب الأصيل. هذه الوجوه النيرة وسط هذا صناع الكلمة، أهل الحسن المرأف، أهل الذوق الرفيع، أنا بينكم يعني بصراحة أعطاني أستاذ تب حقيقي. شكرا نشكر العائلة العريقة عريقة جدا، عائلة كاميرا عازفين الأخ يلوه واو شيء السوق راح يريد أسيب أختو على سيد كاملين أخ توقف معايا وصفر نلتونس سي عزدين وصفر نلتونس أنا وأستاذ عائلة كاملين بطلع إلى عريقة في الفن وشارك. سمعت أستاذة غنات ما شاء الله في الحجاز وفي نهوان شوفوا إذا جنة لي وقفصت كنت سأرتجي بلسان الحال غير تدخل هذا المقام يا حبيبي
النشاط. احيي جميع الحضور، احيي الفرقه الموسيقيه، احيي كل من حضر واستمع الي. باهي ودينيتكم. اول ماشي بحاجتي ولكن اول مره غادي نبيت لبس مجيد المادي ما هي في العشاق. تذكرت قصيدة مع الشيخ. تفكرت واحد قصيدة شعرية أنا سميتها قصيدة شعرية، يعني محاولة عندي قديمة في التسعينات، وحبيت نقرأها لكم اليوم. مرت بقربي في ريعان الصبا، مرت بقربي في ريعان الصبا، هويتها لا تدري ما الهوى، فرعاء صغيرة لا ألومها، وكل لومي على قلبي حين ساب. عتبت نفسي ما لها تهيم، فأجابت بقضاء قد قضى، بسهر الليل وفجوة النوم، كم لاح فجر وصار ضحى. وإني لأطوف لعلني بنظرة، ولعلها تداوي ما قد جرى، فما وجدت غير عطر الأمس فاتحا، ووجدت روحي سائرا حتى المساء. شكرا. ليش أسنان بوك بحال في الحال، محال يكون أسنان فزاد، حتى ربينا على الكذوب والكذبة طلعت حلال، والعيب ماشي سنة، العيب خرايف حنا اللي طاقت في السماء تقدر تضحي بالغزال. ماشي عيب، ماشي عيب، حيت هي حاكمة في كل السماء، ما قدرنا نسولو علاش طالعة تما وعلاش جاتها السماء في حقها زعما، واش من الزهر ولا من الكبر، وقانون الجمر خصو يكون كبير، وحنا بزاف ما يكفينا صهد النار، حيت ملي عراتنا الشمس ومسحت سمية بونا من القبر، لقينا في البحر الخير، وبقات الشمس طالعة الفوق عارفة اش دير، عارفة اش دير، طامعة في الظلام تردو شريك، حالفة في الورد تردو شوك، وحالفة في الشوك تردو شيك، وتحكم الليل بقنديل تبيعك الضو وتحاسبك على الفتيل، وتنقص من الأحلام شوية بشوية حتى تلاصق الشفر على الشفر، وملي تسدت العين قلنا نديرو شوف الذهبية. تحية طيبة للحضور، شكرا لجمعية كوردوان على تنظيم هذه الأمسية، هنيئا للمكرمين العزيزين بهذا الاحتفاء، وشكرا للجميع. أقرأ نص تحت عنوان خطوات الشوفة. واش عقلتي ينكب لجناوح العقل على حلم الصغر، والشوفة مكروفة من بعيد تعطي مرسال، كنتي تكوني معلية مدلية، وانا في الغضان ترطى بين حدائق الورد، بسير واجي متمرمد، من شلال وجهك تبرق الدمعة رعد، يدوب ثلجك وتجود المحنة بلوان الصدفة، يمكن كان قلبي توين وقلبك، ولا كانوا شقاق مرادعين يا وعدي، من الزود العطفة اللي خانها الوالد. يا بنت الحومة يا مأصلة الحكومة، طاقة شريط اللومة، لا تكوني غالطة وتحسبيني نسيت، ياك في مشموم العز يوم تلاقينا تخبية، قلبي متفتوح وهديته لك مني لك، ما جاب خبارنا ما شافنا حد، تفرتت الصمت في الجوف، دعت حلامي في كلامي، زلعت كلمة وتشتت جوهر الحديد، مرصع مرجان الحكمة، جمعت كفوف حزينة مشتاقة لعناقك، يا ما تسنات وتمنات كان مرادها تشابك السبعان وتكون اليد في اليد.
إذا كان صدنا في عرش الخاطر حات مرباط المحبة عالمة بالشادة والفادة اللي كتبت في اللوح المحفور طلعت سيرتك بين السطور ناقشة صورتك والشوق هاش بحور واجه ما ليها حد كتبني دمي بمداد خلاني خلى القصيدة نصيدة شدني من طرف لساني وشحال برت وتقول السكات فكان ومدات وتبنيت كتعروفي وقدات حروفي شعلت وطفات عدد سبولة مشلولة من حطبها تسند نفك خيوط مكبلة مخبلة مشكلة معكلة معقودة في قبة العمر من الجبر في منجج الريح والقانا مجلية في تسريح تبرلي بخطوات شوفة على حليوة تحلي ليال وعلى غرام شبشب المجاج يرد لا تخلينيش كيف المرور في يوم العذاب ينقي مزرار تكسيحة وتقرقيب الناب لا تعيشي وحدك وتخليني مطوي في موتي نسي الحيلة نسيكي الحالة حاشي فيك يا كرينتي نقربوا كل ما بعد ماشي من حقك وماشي حق عليك ماشي من حقك وماشي حق عليك تخلي وحشك ليالي يزورني في ليالي وتخلي الروح يكرفس الجروح سار حيشالي العود يا دلالي في غرق الفيقة نحلمني معنك ارتيقة واصدر المعقول الموسيقى بطيبة قلبها وبإنسانيتها وجمال روحها. الأخ السوري لماذا تم اختياره؟ لأنه شاب طموح له مشروع ثقافي وخصوصا في المرحون له اكتشاف في قياسات المرحون لهذه قرنين من الزمن ما تغير فيها حتى شي حاجة لذلك كان هذا الاختيار باش نشجعو ويزيد قدام ويعطينا ما عجز عنه الاخرون شكرا لكم ومرحبا بكم ومرحبا معكم فيما شكرا لصاحب المقهى اولا لانه حنا قلنا فيه واخا نقولوا فيه اللي قلنا ما غاديش تصوروا هذيك الوقفه ديالو في اول حفل وملي قال لنا هذا الفضاء ديالكم الفرحه ديالنا كيفاش كانت الانسان كيستثمر امواله ولكن في الثقافة هذا الإنسان ما علينا إلا نديرو فوق راسنا ونحبوه ونعاونوه على داكشي المسعى ديالو ثانيا أنا ممكن نشكر الجمعيتين جمعية سبورت داون ولا الشخص الأخ عادل اللي هذه شهر وحنا فد المهام تاع هذا اللي اليوم حنا فيه ثانيا جمعية كيدا كنبغي نشكرها حتى هي تم قاموا بأعمال جليلة لإحياء هذه اللمة الجميلة لإحياء هذه اللمة الجميلة وهذه الوجوه الطيبة الجميلة. كان نشكر السي فكاك، السي فكاك للعلم واحد قال لي هز ساكفو أكتافي وهز ساكفو ومسافر نهار السبت كان في تمارا اليوم هنا غدا في سيدي رحال نهار السبت في السطات وهكذا دوالين وكيعطي مجانيا ومن قلبه ومن خاطره هو ما كيعطي كنشكرو كنسيفك على هذا الشيء كنشكرو جميع الحضور اخينا رضوان السي سراد اللي خدم معنا البادره واجتمعنا في هذا المقهى هذا لترتيب وتنظيم هذا الحفل هذا كنشكرو وانت كتفكر فينا وحنا امانه زينك أمر للقصيدة، قصيدة سجلية بغيت نعني إشارة الإخوان اللي كاينين اليوم اللي كانوا كسجالة هاد الإخوان كلهم كانوا غابرين علينا ما كيشوفش الأوكسيات هم بعدينهم يمكن بعدينهم ولا بعدو هما المهم اليوم راهما هنا وكنبغيكم ديما تبقاو معانا القصيدة بعنوان للعش شف القلب سعداتك انت معايا انا معايا
هي المعشه في الكلب ساكنه ومغوله في الاعضاء. ملي كلبي كمال وهام يا معشة في الكلب ساكنة ومغورة في العظام، واش هذا سري في الحب ملي كلبي ليك مال ورام. نار العطفة فيا تلهب وما نصفتيني ما عدلتي بحكام، انا ليك نقرب وفيك نجلب وانتي تطحيني وتسقيني المر والسقام. نشوف خيرك عيني تطبب والعقل يقول انسى قدامك خزام، ملي ننسى ونسرح ونضحك ونقشم يبعد خيالك قدامي والعودي يركب الجام. الأستاذ محمد لكزولي باقة ورد من ابنة الكبير صاحب فضاء ضد داون مريم يسرى 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 اوه يا سلام. يسرى تقدم باقة ورد. هذا الجدعو هذا الجدعو تراكي يسرى. هدية أخرى كول داون الأستاذ يوسف. من الكبير إلى الكبير. فتيحة المير. ألا ألا يا فتيحة Yeah.
رئيسة جمعية الحمامة الأستاذة نادية حمراوي. ثم تسلم له شهادة شكر وتقدير مهرة الحرب. الزجال حكيم القرشتي من بهية الملتقيات جواد مرزوق. السجان ماجد عبد المجيد القطراني يسلم له شهادة. كبير يضيء الساحة التشكيلية بلوحاته القيمة. أستاذة مريم بن بختة من صديقتك البهية الكبيرة الأستاذة والدكتورة عزال.
خناق حار لأهل الحرب. فارسة شاوية تقدم هدية. فارسة شاوية وجبين سكابها من دور البحر. حين شفت عيون حين شفت خلفلو ميزاني وتلفو البارو أكرك مجوية أنا من غين الذي راني قريب وكجار ياك للجرح على رباب جارو فيه قام العودة لحت الشقا وتخلام ياك راحة القلوب في عرق الهواء ويا عودة كبك الناس تشكو وتخلام راه قلت لكم كديدي